مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه من الواقع العربي، والتي نسلط خلالها الضوء على واقع اعلام التواصل الاجتماعي وتاثير هذا الاعلام على الشباب في العالم العربي. باتساع شبكة المعلومات الدولية، خرجت إذن وسائط إعلام التواصل الاجتماعي للوجود مفردة على صفحاتها مساحة لكل من يريد. لم يعد الحصول على منبر إعلامي بحاجة إلى إذن رسمي أو إجراءات بيروقراطية أو حتى رأس المال، بات الأمر في متناول الجميع، فتحول الكثيرون إلى مراسلين للأخبار والمعلومات من دون أن يغادروا مواقعهم كمتلقين. فنشأت بذلك شبكة تفاعلية هي الأولى من نوعها حجما وكيفا في تاريخ البشرية القديم والحديث. أصوات الناس في الشارع العربي، أنينهم، همهماتهم أو همومهم، تجاوزت الأسوار والمسافات وقواعد الفيزياء. أصبح الصدى يتردد عاليا في عوالم التواصل الاجتماعي التي شكلت بالنسبة للعرب فضاء رحبا بديلا وربما وحيدا في غياب الفضاءات الطبيعية للتعبير. 135 مليون عربي يملكون مفاتيح الدخول إلى الإنترنت، بينهم 71 مليون مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي. وإذ يقال إن المعلومة سهلة والفكرة نادرة، فإنهما صارتا في متناول اليد بنقرة زر. موقع فيسبوك، الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم، تشير إحصائيات إلى أن العدد الإجمالي لمستخدمي هذا الموقع في البلدان العربية ارتفع من 51 مليون في كانون الأول ديسمبر 2012 إلى 71 مليون نهاية 2013. وفي مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، ربع مستخدمي فيسبوك في العالم العربي. موقع تويتر الذي يليه في الشعبية والانتشار لا يختلف الأمر كثيرا، إذ تشير بعض الإحصاءات إلى أن في السعودية أعلى نسبة من مستخدمي هذا الموقع في العالم. موقع يوتيوب فضاء واسع لشباب عربي أظهر قدرة فائقة على الإبداع في غياب المنابر الأخرى. بوسائل بسيطة أصبح كثير من الشباب نجوما صنعتهم الإنترنت. أكثر من هذا، لعبت وسائل الإعلام الاجتماعي دورا مهما في موجة التغيير التي شهدها العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، كما أسهمت أيضا في إعطاء بعد عالمي لوجهة النظر العربية المناصرة لغزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها. وامتدادا لهذا البعد، أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي أيضا في التأثير على تناول وسائل الإعلام الغربية لعدد من القضايا التي تخص العرب والمسلمين. فمن هذا الفضاء الممتلئ كما يقال بالغث والسمين، ولدت ما توصف بظاهرة المواطن الصحفي، الأمر الذي لم تعد معه الأنظمة تملك وحدها مفاتيح المعلومة أو الدعاية، فلا يفيد من بعد قمع ولا إغلاق. ولمناقشة موضوع حلقتنا ينضم إلينا من دبي الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس فريق خبراء تقنية المعلومات والاتصالات في الأمم المتحدة. نرحب بك أستاذ طلال أبو غزالة، ونبدأ في مناقشة هذه الظاهرة. نحن من أكثر الأمم في العالم استخداما لوسائل الإعلام الاجتماعي، ولكن الأقل تطويرا لهذه الوسائل. أنت برأيك كيف تفسر هذه المواكبة السريعة من حيث الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي؟ مساء الخير وشكرا لهذه الاستضافة. أهلا بك. يعود بالموضوع إلى عام 85، عندما كان لي أول اطلاع على الإنترنت، وما في شك بأن وسائل الاتصال هي جزء من محيط الإنترنت. الإنترنت كما عرضها يومها المستشار الأعلى لرئيس جمهورية أمريكا وكان اسمه إيرا ماجازينر، هي الأداة التي ستحقق الديمقراطية الكونية. وقال يومها أن شعوب البشر وحكوماتها لم تستطع أن تحقق الديمقراطية المطلقة في أي بلد في الدنيا،
وليس بين الدول أيضا، إنما في محيط الإنترنت هنالك ديمقراطية كاملة، كل من يدخل هذا المحيط هو متساوي لأي شخص آخر موجود في هذا المحيط، وهي تتيح فرص متساوية. هنا أقول هذا الموضوع جعل من أمتنا العربية فرصة، جعل لها فرصة متاحة بأنها تستطيع أن تحقق هذا القدر من المساواة مع أقرانها في العالم كله، لأن الإنسان على الإنترنت هو رقم وليس له أي وصف يميزه عن الرقم الآخر. نعم، لكن أقرانها في العالم أقرانها في العالم متطورون في مجالات كثيرة. نحن المشكلة أننا متخلفون في كل شيء، ولكن متطورون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هل هو فقط فضاء الديمقراطية المفقود في الواقع والموجود في هذا الفضاء الافتراضي هو العنصر الجذب الرئيسي؟ السؤال جدير بكل احترام، وحقيقة أنه ينطبق على كل ما فينا في الأمة العربية. الأمة العربية مستوردة ومستهلكة لكل شيء، وليس لفضاء الإنترنت ولا للتواصل وسائل التواصل الاجتماعي فقط. هذه ظاهرة نحن نعاني منها في وطننا. وأنا دائما أعطي مثال فنلندا. فنلندا عدد سكانها 7 مليون إنسان، وإذا قارنتها مع دول عربية أخرى من نفس عدد السكان ومن نفس الفقر في الثروات الطبيعية، ليس فيها نفط، ليس فيها أي موارد طبيعية، نجد أن ناتجها القومي هو 8 أضعاف دولة معادلة لها في الإمكانات وعدد السكان. لماذا؟ لأنها تصنع المعرفة وتبيعها، نحن نستورد المعرفة وندفع ثمنها. ما في شك بأننا، وأنا اليوم في مؤتمر الإبداع والاختراع ركزت على أننا يجب أن ندرك، وهذا عملية أنا أشكرك على إتاحة هذا الفضاء، صنع الثروة وصنع المعرفة، والمعرفة بمعناها التقني، الاختراعات المعرفية، هو لابد أن يكون من خلال صنع المعرفة. المعرفة هي الطريقة لصنع الثروة. الذين اخترعوا الاختراعات المعرفية مثل الفيسبوك وهو واحد منهم، سكايب إلى آخره، تويتر، إنسان واحد يخترع هذا الاختراع ويصبح حجم ثروته أو حجم أعماله يعادل حجم دولة في دول العالم النامي. فإذا يجب أن ندرك، وهنا الفرصة متاحة. أنا أقول بكل ألم، نعم كلامك صحيح، ولكنه بنفس الوقت هو الفرصة المتاحة لأمتنا، لأن هذا المحيط يحقق المساواة، هي الفرصة لنا أن نبدع ونتفوق. نعم، لكن أستاذ طلال، ممكن يعني قد تجد من يقول لك أنه في موضوع صنع المعرفة، طالما أنني قادر على شراء هذه المعرفة، المعرفة تشترى أيضا، فلماذا يعني نتعب أنفسنا في صنع المعرفة بدل ما نشتري هذه المعرفة؟ السؤال يعني أنت كمتابع دقيق في هذا الموضوع، هل رصدت أي مساهمات عربية في تطوير المعرفة، تطوير وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال، أم أننا اكتفينا بدور المستهلك كما نفعل في منجزات الحضارة البشرية وصناعات أخرى كثيرة نشتريها؟